السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج اللي عندنا النهاردة بيقوم باستعراض الملفات لـ DWG وبرامج برضو الخاصة بالريفت زي RVT RFA RFT الحاجات ديت. تمام، بختار مثلا الملفات اللي انا عايزها. بتظهر الملفات اللي هي خاصة بالأوتوكاد اللي اقدر اشوفها بعلم عليها زي ما حضراتكم شايفين في نازم بس موجود. تمام، ممكن اقول له اطبع الورقة فيها اسامي الملفات والصورة ليها. نيجي نشوف لها بريفيو الملفات اللي انا مختارها وفي شكل منها. تمام، ممكن اسيفها كصفحة انترنت HTML. اقول له مثلا حطها لي على جي، اعمل سليم اوكي، كرييت ويب بيج. نيجي نشوف هنا اللي هي صفحة الانترنت اتعملت وفيها صور الحاجات الموجودة.